أهلا بكم في بلا قيود. ضيفنا اليوم أكاديمي وسياسي جزائري يعد أحد أبرز أقطاب تيار الإسلام السياسي في الساحة الجزائرية في الوقت الراهن. تولى منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد أن حظي بعضوية البرلمان الجزائري لعشر سنوات. ساهم بشكل كبير في رأي البعض في انتقال حزبه إلى صفوف المعارضة بعد فك الارتباط مع النظام الذي استمر لأكثر من 15 عاما. أسأل الدكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر عن رأيه فيما تشهده الساحة السياسية الجزائرية من إرهاصات، وما هو مستقبل تيار الإسلام السياسي في الجزائر في ظل ما يشهده من انقسامات؟ دكتور عبد الرزاق مقري، أهلا بك في بلا قيود على شاشة بي بي سي عربي. أهلا وسهلا، مرحبا. دعنا نبدأ بالاستحقاق المقبل في العام المقبل، وهو الاستحقاق الرئاسي. الآن ليس هناك تأكيدات إن كان الرئيس الجزائري سيخوض الانتخابات ويحاول أن يفوز بعهدة خامسة، ولكن هذا متوقع على نطاق واسع. ما رأيك؟ في الحقيقة الساحة السياسية تتسم بكثير من الغموض وعدم وجود يعني أي شيء يقيني أو أي شيء يمكن اعتماده نهائي في الساحة السياسية الجزائرية. والمسألة لا تتعلق بترشح السيد رئيس الجمهورية أم لا، المسألة تتعلق هل ستكون هناك منافسة حقيقية ديمقراطية على أساس شفاف أم لا. الكثير يعتبرون بأن ترشح رئيس الجمهورية رغم حالته الصحية دليل على أن الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة، لأن عندئذ دخلنا في شيء غير معقول يدل بأن هناك تحكم ما في الأوضاع رغم عدم منطقية يعني هذا التوجه. فلذلك الكثير يترقب يعني هذا الموضوع، يعني هل سيترشح رئيس الجمهورية أم لا. إن خاض هو الانتخابات مرة جديدة لا مشكلة لديك في ذلك طالما كان هناك مرشحون آخرون؟ الاتجاه العام الموجود يعني لدينا ولدى العديد من الأحزاب المهمة في البلد بأنه إذا كانت هناك عهدة خامسة فيصبح جدول المنافسة في الحقيقة غير مغري، ولا يدل بأننا سنتجه إلى حدث سياسي جديد ويؤشر على إمكانية انفتاح الأفق السياسي. ولكن لا زلنا لم نتخذ قرار نهائي، ومؤسسة حركة هي التي ستتحدث في هذا الموضوع وتفصل فيه. متى تفصلون فيه؟ سنفصل فيه في آخر السنة، في آخر هذه السنة. طيب، يعني أنت طالبت أبو تفليقة دكتور عبد الرزاق، طالبته بالتنحي يعني، ونصا قلت في ندوة: سيدي الرئيس، نعرف أن الأمر قد انتهى، بلدنا بحاجة إلى رئيس حاضر ومتاح، أنت لست حاضرا. يعني في ضوء كلام كهذا ماذا نفهم؟ هل يعتريك القلق من مستقبل الجزائر في ضوء الحالة الصحية للرئيس؟ حديثنا هذا يندرج في ظل عرضنا لمبادرة سياسية، مبادرة التوافق الوطني التي دعونا فيها أن تجتمع كل القوى السياسية المهمة في الجزائر لكلمة سواء من أجل الاتفاق على رؤية المستقبل للبلد، لأن البلد في الحقيقة مهدد بتطورات خطيرة في المستقبل على أسس اقتصادية واجتماعية وسياسية وإقليمية ودولية. وقلنا بأن الرئيس الذي يمكن أن يقود التوافق يجب أن يكون حاضرا وبإمكانه أن يتحدث مع المتوافقين وبإمكانه أن يتشاور معهم. طيب، يعني أنت استثنيته من المبادرة من قبل أن تبدأ الدكتور عبد الرزاق، يعني أنت استثنيت أبو تفليقة وقررت أنه بسبب حالته الصحية ليس مناسبا. ماذا لو خلص السياسيون ضمن مبادرتك يعني التمسك بأبو تفليقة؟ ستكون هذه نتيجة التوافق الوطني في هذه الحالة، أنت تدعو إلى ذلك. نحن لم نلمس هذا، نحن في الحقيقة موقف هذا لا يتعلق بالشخص في حد ذاته، ولكن يتعلق بإمكان جمع الجزائريين حول رؤية توافقية. حديثنا مع الطبقة السياسية أن مجمل الأحزاب المعارضة لا ترى ذلك ولا تعتقد بأنه خادم للتوافق الوطني، فنحن نتحدث عن توجه عام في الساحة السياسية الجزائرية. ما هي هذه الطبقة السياسية؟ يعني
منذ أعلنتم هذه المبادرة في يوليو تموز الماضي، يعني أين وصلتم؟ وصلنا إلى أن المعارضة في مجملها لا تعترض على المبادرة هذه أو مختلف المبادرات التي تعرضها الطبقة السياسية، ولكنها تقول بأن المشكلة ليست في أحزاب المعارضة، المشكل هو في منظومة الحكم التي لا تقبل الرؤى التوافقية ولا تقبل المشاريع التوافقية، وليس لها الاستعداد من أن يجتمع الجزائريون على طاولة واحدة لتحديد مستقبلهم بالنظر للمخاطر التي تهدد الجزائر. المبادرة التي قدمتموها منذ يوليو تموز حتى اللحظة، هل يمكن القول بأنها ولدت ميتة؟ يعني ما مقدار التجاوب معها؟ لا يبدو أن أحدا يتحدث عنها إلا أنتم. لا توجد مبادرة في الساحة السياسية أحدثت هذا الحراك الكبير، ولا تتحدث وسائل الإعلام منذ أكثر من 3 أشهر إلا عن مبادرة حركة مجتمع السلم. ما رأيك في الطرح الذي يقول دكتور عبد الرزاق أنه سعيد بوتفليقة لربما يكون البديل الأمثل للرئيس، يعني دعاة الاستقرار في الجزائر يقولون بذلك حتى يعني وراء الكواليس وليس بشكل علني، ولكن يهمني أن أسمع رأيك. لا أحد في الجزائر طرح علينا هذا السؤال أو يطرحه علينا، يعني هذا الموضوع غير موجود في النقاش السياسي أو في النقاش الإعلامي، فهو غير موجود على الإطلاق، وكذلك المواطن الجزائري لا يعرف عن 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 سعيد بوتفليقة إلا أنه شقيق الرئيس، يعني لا يعرفون إمكاناته ولا يعرفون قدراته، لا يعرفون هل هو شخصية سياسية، هل هو شخصية غير سياسية، لا يعرفون عنه أي شيء، يعني هذا الموضوع غير موجود في النقاش السياسي، غير مطروح علينا على الإطلاق. طب ما يعني أصل هذا الكلام؟ يعني أنت لم تسمع به من قبل حتى وصل إلى الإعلام الغربي والدوائر السياسية الغربية، هذا يتم الحديث عنه كما قلت وإن بشكل غير رسمي، أنت لم تسمع به مطلقا؟ في الساحة السياسية والإعلامية غير موجود على الإطلاق. طيب يعني فيما يخص الإقالات الأخيرة في صفوف الأجهزة العسكرية والأمنية، يعني إقالات طبعا متكررة، ظاهرة كانت لافتة لكل المتابعين للشأن الجزائري، كيف تابعتها أنت؟ تغييرات عميقة وشاملة وكبيرة جدا وغير مسبوقة، ولا نعرف عنها يعني بالضبط، يعني سوى أنها من صلاحيات المؤسسة العسكرية، وأن هذه التغييرات يعني تتم يعني في بشكل سلس، وهناك بعض الأشياء ترشح في وسائل الإعلام بأن هناك قضايا فساد، هناك قضايا مهنية، ولكن لا أحد يعرف يعني هل هناك شيء آخر غير ما هو موجود في وسائل الإعلام. يعني هل هذا وضع طبيعي؟ والله أنا قلت لك بأن الساحة السياسية تتميز بالغموض، وهذه السمة ليست جديدة في الجزائر، هذه تصاحب العمل السياسي منذ الاستقلال منذ 1962 إلى يومنا هذا. طيب هذه الإقالات مصحوبة في حالات كثيرة بمنع من السفر وسحب جوازات السفر وتجميد أرصدة المسؤول السابق نفسه وأقاربه، ما الذي يعني هذا؟ هل هناك فساد مستشر في المؤسسة العسكرية في الجزائر؟ بالتأكيد هذا شيء مؤسف جدا، يعني حينما نحن نسمع يعني هذه التقارير الإعلامية التي لم تنفها المؤسسة العسكرية، هذا يدل بأن كان هناك فساد كبير جدا في المؤسسة العسكرية، وهذا شيء مؤسف حقيقة وشيء محير، ويؤكد بأن الفساد امتد لكل المؤسسات، ولم تصبح هناك مؤسسة في البلد في منأى عن حالة الفساد. يعني هذه الإقالات بدأت بحديث عن الفساد، بدأت بحادثة الكوكايين وإقالة المدير العام للأمن الوطني، وانتهت بكذلك منع عدد من القيادات العليا من المؤسسة العسكرية التي كانت لها تأثير وكانت لها سطوة وكانت صاحبة القرار من السفر. يعني بكل تأكيد حينما نسمع هذا الأمر كمواطنين يصيبنا كثير من الأسى ويصيبنا كثير من الحزن، وهذا طيب، ولكن إذا يعني كان هناك فساد على نطاق واسع دكتور عبد الرزاق، يعني في أي مؤسسة قصة وفي المؤسسة العسكرية في الجزائر قصة أخرى، لأنك وهذا من كلامك في مقابلة سابقة مع BBC، يعني أنت تقول أنه الجيش هو الحاكم في الشأن السياسي الآن في الجزائر، يعني هل يعني هذا أن المؤسسة السياسية يعني وكل الكيانات السياسية بالتالي فاسدة في الجزائر؟ منذ الاستقلال والحكم هو بين رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية،
تارة يكون هناك توازن كامل، تارة يكون هناك توازن قلق، تارة المؤسسة العسكرية تتحكم يعني كلية، تارة يطول التوازن غير المستقر. طب الآن ما الوضع؟ هذه حالة اعتيادية حقيقة، لا يمكن أن يكون شيء في الجزائر لا تقبله أو لا تسنده المؤسسة العسكرية في الجزائر. هذه مسألة لا يشك فيها أحد، ورئيس الجمهورية المقبل لا يمكن إلا أن يكون برضا المؤسسة العسكرية. هذه مسألة لا نقاش فيها ولا جدال فيها ولا أحد في الجزائر يجهلها. طب الآن من له الكلمة العليا، مؤسسة الرئاسة أم المؤسسة العسكرية؟ واضح لنا بأن هناك تنسيق وتناغم كلي، يعني لا يمكن لكل هذه التغييرات الجذرية أن تقع دون ختم رئيس الجمهورية. وقد سمعنا بأن هذه الإقالات قد صادق عليها رئيس الجمهورية، وأغلب حالاتها موجودة الآن في الجريدة الرسمية. فإذا هناك يعني تفاهم وتوافق بين المؤسسة طيب العسكرية. هل يعزز هذا من نظرية أنه الفريق أحمد قايد صالح يعني رئيس الأركان إنما يعني ذهب في هذا المنحى من أجل ترسيخ حكم بوتفليقة بشكل أكبر ونحن مقبلون على الاستحقاق الرئاسي؟ السيد قائد الأركان قبل الانتخابات الرئاسية من واجبه ومن صلاحياته أن يحترم المؤسسة الدستورية، وأن رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهذا شيء طبيعي أن يصرح قائد الأركان بهذه التصريحات. ولكن السؤال الذي يطرح حينما يصبح لدينا مرشحين يعني، وقد يكون من بينهم السيد رئيس الجمهورية الحالي أو غير ذلك، فعندئذ المؤسسة العسكرية كما صرح قادتها بأنفسهم عليهم أن يلتزموا الحياد وأن يكونوا على مسافة واحدة بين كل المرشحين. دعني أسألك عن حركة مجتمع السلم ذاتها دكتور عبد الرزاق، يعني هل تمثلون أنتم إخوان الجزائر؟ هل أنتم الإخوان المسلمين في الجزائر؟ هل يصح هذا القول؟ حركة إسلامية وسطية، وكما قال الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله مؤسس هذه الحركة حينما سئل هل أنت من الإخوان المسلمين، قال يا ريت كنا من إخوان المسلمين، لأن تاريخ الإخوان المسلمين تاريخ مشرف يعني، ونحن حينما نكون يعني جزء من الإخوان المسلمين فإن هذا لا يحرجنا على الإطلاق. لكن الحقيقة أننا حزب جزائري مستقل كلية بمؤسساته وبقراراته، ولا علاقة له بأي تنظيم آخر خارج الجزائر. الآن يعني في تاريخ حركة مجتمع السلم هناك فترات كانت متوافقة تماما مع نظام هذه الحركة، وفترة بعد ذلك ذهبت في مسلك المعارضة، ينسب إليك المسؤولية عن ذلك، وهو ما أحدث انقساما داخليا، هل تتحمل أنت مسؤولية هذا الانقسام؟ هذا موجود في كل دول العالم، ولا يمكن لحزب أن يكون في الحكومة مدى الحياة، ولا يمكن أن يكون في المعارضة مدى الحياة. والخروج من الحكومة لم يكن في عهدتي، القرار مؤسسة الحركة الخروج من الحكومة وقع وأنا لست رئيسا للحركة، يعني أنا حينما سلمت. ولكن ينسب إليك حتى وأنت مجرد عضو في الحركة أنك كنت من مهندسي هذا الاتجاه. المؤسسات هي التي قررت يعني، والآراء يعني كانت يعني متنوعة، والقرار اتخذ بأغلبية كبيرة جدا جدا، لا يمكن لشخص واحد أن يصنع أغلبية بتلك القوة. السبب الذي جعلنا نخرج من الحكومة وأننا أدركنا بأن أصبحنا غير قادرين على العمل لصالح الوطن من خارج الحكومة، وأن النظام السياسي يعني أصبح يعني في غاية من الاستبداد، وأنه أصبح لا ينظر إلى التحولات المحلية والدولية بالتعقل وبالحكمة، وبدأ الفساد يستشري بشكل كبير، بدليل أن قبل قبيل خروجنا من الحكومة أطلقنا مبادرة كبيرة عنوانها فساد قف، لأننا أدركنا ونحن في الحكومة بأن الفساد أصبح منتشر بشكل كبير جدا. نعم، ولكن
لكن هل أصبح الفساد يعني منتشرا هكذا فجأة في الجزائر في 2012 دكتور عبد الرزاق، أم أن الأمر كان له علاقة كما تفضلت أيضا بالتحولات الخارجية، يعني وصول الإخوان أو أوشكوا على الوصول للحكم في دول أخرى مجاورة لكم، فتح شهيتكم على الاستقلال أو الانفصال عن الحاكم في الجزائر، ولربما يعني جنيتم نفس الثمار، هل كان هذا هو التفكير؟ لو كان هذا هو الصواب لكنا خرجنا في 2011. نحن خرجنا أكثر من سنة، سنة تقريبا ونصف بعد هذه الأحداث. نحن أردنا أن نعطي فرصة للحكومة لتجدد نفسها، لتتجه نحو مكافحة الفساد، لبلورة رؤية اقتصادية تحررنا من التبعية للبترول، وقدمنا كثير من المبادرات، وساندنا رئيس الجمهورية حينما أطلق حزمة الإصلاحات في أبريل 2011، ساندناه مطلقا واستبشرنا خيرا بذلك، ولكن حينما أفرغت هذه الإصلاحات التي أطلقها من محتواها ورأينا بأن ولكن في أبريل 2011 يعني لربما كان الوقت مبكرا لمتابعة كيف ستؤول الأمور في الدول الأخرى، ولكن دعني أطرح عليك هذا السؤال الآن، وبعد ماذا 7 سنوات من الربيع العربي وبحسابات الربح والخسارة، هل استفدتم من التحول إلى معسكر المعارضة أم خسرتم؟ بكل تأكيد لو بقينا في الحكومة لانتهت حركة مجتمع السلم، ولا ما بقي له وجود، ولا لفظها الشعب الجزائري. نحن الآن حركة تمتد بشكل مضطرب في مختلف الولايات، في مختلف المحافظات، لا يوجد حزب يواجه أو ينافس، حتى دعنا نكون إيجابيين، ينافس أحزاب الموالاة في كامل التراب الوطني إلا حركة مجتمع السلم. لا يوجد حزب ينافس مرشحي أحزاب الموالاة في كل محافظة وفي مختلف بلديات القطر إلا حركة مجتمع السلم. ولكن لديكم 33 مقعدا فقط في البرلمان دكتور. نعم بكل تأكيد، لأن ذلك هو لأن السبب هو التزوير الانتخابي. يعني الذين يحكمون البلد يعلمون تمام العلم بأن ليست هذه النتيجة الحقيقية لحركة مجتمع السلم، وهناك بعض المسؤولين الذين تحدثوا معي بصراحة يعني، وقد ذكرت أسماءهم في مناسبات أخرى، واعترفوا لي بأن نتيجة الانتخابات الأخيرة في 2017 لم تكن هذه، وأن حصة حركة مجتمع السلم الديمقراطيين هي أكبر من هذا، ولكنهم تنافسوا في التزوير، تنافس جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي في التزوير، وهذه المرة هناك ظاهرة جديدة أن جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي كلاهما يتهم الآخر بالتزوير يعني. طيب ولكن لنبقى مع الإسلام السياسي وأنتم من هذا المشهد، ألم يكن من الأجدر يعني تفادي هذا الانقسام؟ الآن ما هو الحال؟ يعني في الجزائر نتحدث عن 7 أحزاب إسلامية ربما إلى جانب السلفيين، يعني هذا التشرذم هل هو في صالح الإسلام السياسي بشكل عام في الجزائر؟ هناك 3 أسر كبيرة في بالتقسيم والتعريف الجزائري في الجزائر. هناك التيار الوطني، وقد انقسم على نفسه لأكثر من 25 حزب، أغلبية الساحقة منهم خرجوا من عباء جبهة التحرير الوطني، والتيار ما يسمى بالتيار الديمقراطي أو سميه كيفما تشاءون أو يسمون أنفسهم كيفما يشاءون، خرج منه أكثر من 10 أحزاب، وأنت تقولين بأن حركة مجتمع السلم فيها فقط 6 أحزاب. إذن حالة التعدد الموجودة في الجزائر لا تخص الحركة الإسلامية فقط، وبالإضافة إلى ذلك أن حركة مجتمع السلم لها جسم كبير جدا بعيد كلية يعني من حيث الندية مع الأحزاب الإسلامية الأخرى، يعني لا توجد مقارنة بين جسم حركة مجتمع السلم والحركات الإسلامية الأخرى من حيث التواجد، ولذلك الحركة الإسلامية كتلتها الكبيرة هي موجودة. هل تتحدث الآن عن السلفيين؟ ولا يضرها وجود أحزاب أخرى، مع أننا بالإضافة إلى أننا نحن نتجه نحو وحدة حققنا جزء مهم منها، ونحن نتجه لجمع شتات التيار الإسلامي ضمن رؤية وطنية. طيب ولكن هذه الوحدة في التيار الإسلامي يا دكتور هل تشمل السلفيين؟ علينا أن نتحدث، حينما التيار الإسلامي هم ضمن الظاهرة الدينية، ولكن لا علاقة لهم بالتوصيف السياسي على الإطلاق يعني.
التيار السلفي هو يعني في التوصيف السياسي هو قريب من نظام الحكم يعني. يعني هذا صحيح يعني، وهذا هو مسار التوتر ربما بينكم وبين السلفيين. يعني التيار السلفي في الجزائر لديه شعبية جارفة، يعني هناك قبول وجاذبية له، وهم دائما يتهمونكم بأنكم تؤلبون عليهم الحكومة وأنكم تقفون وراء التضييق على مساجدهم وأئمتهم. لا يوجد أي توتر بيننا وبين التيار السياسي على الإطلاق، هي الصراعات بين التيارات الدينية يعني. ثم بعد ذلك حينما نقول بأن التيار السياسي تيار جارف، كيف نقيس هذا؟ هل دخلوا الانتخابات؟ هل نظموا تجمعات؟ هل هناك قياس علمي موجود يعني في المجتمع؟ يعني هذا كلام يقال يعني. الحركة القوية الممتدة هيكليا الموجودة بمختلف قواها وحواضنها الاجتماعية هي حركة مجتمع السلم والتيار الإسلامي الوسطي، هذا هو التيار القوي. طيب دعني يعني أسألك قليلا عن الخارج والعلاقات بالخارج، وأكدت بأن التيار الوسطي هو التيار الأقوى. دكتور عبد الرزاق، أنت دعوت الرئيس بوتفليقة في نقطة ما بأن يتدخل لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي وكل الإعدامات يعني بحق الإخوان في مصر. يعني هل فسرت لنا هذه المناشدة من قبلكم لبوتفليقة؟ كما تدخل كذلك ليوقف حالات إعدام أخرى مع غير قيادات المصرية ومع غير قيادات الإسلاميين. هذا موقف منا ثابت لا يتعلق بتيار ما. نحن ضد الدكتاتورية، نحن ضد الانقلابات سواء كانت في العالم الإسلامي أو في غير العالم الإسلامي، ونحن ندعو الدولة الجزائرية والحكومة الجزائرية أن تتصف هي أولا بالديمقراطية وأن تكون مساندة للديمقراطية في العالم بأسره، لأن العالم لا يمكن أن يعرف الأمن والأمان والاستقرار بهيمنة أقليات مالية وأقليات إيديولوجية وأقليات. طيب ولكن لديكم تصريحات يعني ومواقف مهاجمة وبشراسة كما تفضلت للرئيس المصري وهذا النظام بشكل عام تعتبره جاء على يعني انقلاب، وأيضا مهاجمة لمصر والإمارات والسعودية لأنهم يعتبرون الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وهو ما جعل التكهنات بأنكم يعني اخترتم الاصطفاف في المحور المضاد تركيا وقطر. ما كيف تجيب على كل هذا؟ وهل في رأيك ما وقع في مصر ليس انقلابا، ليس انقلابا عسكريا؟ المهم هل رأيك في العالم من يشك في هذا؟ الذي وقع في مصر هو انقلاب. نعم يعني نتحدث عن رأيك، تفضل. نعم هذا ليس رأي، هذا ليس العالم بأسره، كل العالم يعلم بأن ما وقع في مصر هو انقلاب عسكري. هل فيه من هل الانقلاب على رئيس منتخب يعني ليس انقلابا؟ هذه مسألة واضحة. ونحن كما أننا هل أنتم بالتالي محسوبون على المحور المضاد محور تركيا وقطر؟ نحن محسوبون على المحور الذي يحقق التنمية ويحقق العدالة ويحقق الحرية ويحقق المساواة ويحقق الأمن ويحقق الاستقرار. نحن كل من يعمل على تحقيق هذا نسنده. نحن في خطابنا السياسي مشهور بأننا نتحدث على الأقل ثلاثة أو على ستة أو سبع دول، ونحن نتكلم بأن قمنا بدراسات على الدول التي تشبه الجزائر وكانت تشبه الجزائر في الثمانينات. فنذكر في العالم الإسلامي ماليزيا وأندونيسيا وتركيا، ونذكر في العالم الذي كان ينتمي للمعسكر الاشتراكي نذكر الفيتنام ونذكر بولونيا ونذكر البرازيل ونذكر جنوب افريقيا. نقول بان هذه الدول تطورت وازدهرت واصبحت من القوى الصاعده، والجزائر بقيت متخلفة فقيرة رغم غناها في الموارد الطبيعية، بالرغم من أن هذه الدول كلها كانت في نفس المستوى على مستوى الناتج الإجمالي الخام وعلى مستوى القوة الاقتصادية في الثمانينيات. إذا نحن حينما نريد أن نتحدث عن العالم ليس بنا عمى العيون، نحن نتحدث عن كل التجارب ونستند على كل التجارب الناجحة. للأسف الشديد حكام العرب في مجملهم حكام يريدون السيطرة بالقوة، يريدون السيطرة بالظلم، بالإذلال، بإهانة شعوبهم، بسفك الدماء،
باعتقال الناس، وهذا شيء نرى نتيجته أن العالم العربي بقي متخلفا للأسف الشديد. نحن حين نتحدث عن المسلمين، الأعاجم قد وضعوا طريقهم على خط النهضة في 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 إيران، في باكستان، في تركيا، في أندونيسيا، في ماليزيا، والعالم العربي بقي متخلفا رغم مركزية وجوده جيوستراتيجيا، ورغم خيراته وجد أبقى عالمنا العربي متخلفا، لأنهم يريدون السلطة، يريدون الهيمنة والحكم بالقوة وبسفك الدماء. هذا الذي يؤسف، وهذا الذي أقوله لك هو عين المنطق وهو عين الحق الذي يقتنع به أي مستمع لنا في هذه اللحظة. دكتور عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر، شكرا لوجودك معنا في بلا قيود.